إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، معاشر الأحبة، كثيرا ما نواجه ويواجه كل واحد منكم طوائف من الشباب ومن كبار السن من اللاهين العابثين الغافلين عن الآخرة، العابثين في دنياهم ألا مبالين بأي مصير يؤولون إليه وينتهون عنده. إن قدمت شريطا فيه موعظة لا يسمعونه، وإن قدمت رسالة فيها كلام جميل لا يقبلونه، وإن قدمت نصيحة لا يرعون لها، وإن تلطفت مع طائفة منهم يظنونه ذلا واحتقارا، وإن أخلصت النصيحة لأحدهم ظنه استعلاء وتكبرا. والله يحار العقل ويحار الفكر ويصبح الحليم حيرانا أمام طائفة من أولئك اللاهين العابثين الذين لا يعرفون المساجد إلا نزرا يسيرا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولهم في بلاد الغرب مع البغايا والفاجرات صولات وجولات. كيف الطريق إلى قلوب هؤلاء؟ كيف يدعون إلى الله؟ كيف ينادون إلى كتاب الله؟ هل نيأس منهم؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هل نحكم عليهم بالشقاء؟ كلا وبعدا، لأن المسلم ليس مسؤولا أن يحكم على الناس في نهاياتهم أن يكونوا من أهل الجنة أو أهل النار. وعقائد أهل السنة جميعا ناطقة بأنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار، لكن يخشون على المسيء العقاب ويرجون للمحسن الثواب. هل يعتبرون من سقط المتاع أو على هامش الحياة؟ لا والله يا عباد الله، هناك مدخل رئيس وهناك حقيقة لا بد من طرحها وقضية لا بد من مواجهتها، قضية لا بد أن نواجهها نحن، لا بد أن يواجهها كل واحد في هذا المسجد، ولا بد أن يواجهها كل مسلم وكافر، كل بعيد وقريب، كل ذليل وحقير، كل عزيز وأمير، كل صعلوك ووزير. هي حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا، انقطاع النفس وانقطاع الروح وانقطاع الجوارح. فالعين لا تبصر، واليد لا تتحرك، والأذن لا تسمع، والنفس لا يجري، والدماء لا تتحرك، والشرايين لا تنبض. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها
كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب. كثيرا وكثيرا ما سمعنا بشباب كانوا في غفلة، كانوا في بعد، كانوا في تسلط، كانوا في قسوة، كانوا في جفاء، كانوا في غلظة، كانوا في قطيعة وعقوة. بعضهم يشهد ويقر على نفسه يقول ما ركعتها في المسجد مع الجماعة، وبعضهم يقول ما جانبت كأس الخمر مرة، وبعضهم يقول ما سافرت إلا وقعت الفاحشة. فإذ به في يوم من الأيام تجده باكيا خاشعا ساجدا راكعا. سبحان مقلب القلوب والأبصار، ما الذي غير هذا؟ ما الذي بدل أحواله؟ ما الذي غير أحواله؟ إنه الله جل وعلا. ولكن كيف السبب؟ ما هو السبيل؟ وأي طريقة وصلت إلى قلبه؟ قدر الله على الكثيرين منهم أن يقفوا مشهدا ماثلا حقيقيا لا محيص ولا مناص عنه. قدر الله للكثير منهم أن يقفوا أمام حقيقة الموت وهم يشهدون بأم أعينهم وأمهات أبصارهم، يشهدون صديقا، يشهدون حبيبا، يشهدون قريبا. ولا ينفع طبيب ولا يجدي نحيب. حدثني أحدهم قال كنت مسافرا في دراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان شأني شأن كثير من الشباب الذين يقضون الليل في الملهى والمساء في المرقص. والعبث الذي تعنيه كلمة العبث بأبعادها ومعانيها. وذات يوم وكنا آيبين، كنا راجعين من ملهانا وعبثنا، تقدم بعضنا إلى السكن، أما واحد منا فلقد استبطأناه وتأخرنا. ثم قلنا لعله يأتي بعد سويعة أو بعد ساعة أو بعد هنيهة. ثم لم نزل ننتظر، لكنه ما أتى. فنزلنا نبحث يمينا أو شمالا، وخاتمة المطاف قلنا لا بد أن يكون في الكراج أو في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء. فدخلنا ذلك البناء، دخلنا موقف السيارة، فوجدنا السيارة لا زال محركها يدور، وصاحبنا قد انخنعت رقبته على إطار السيارة وهو في مكانه، والموسيقى الهادئة لا زالت منذ آخر الليل حتى اللحظة التي فتحنا فيها باب السيارة وهي تدندن وتطنطن. فصحنا، نادينا، تكلمنا، يا أخانا، يا صاحبنا. فإذ به قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت سيارته في ذلك الكراج. هذه نهاية أشعلت في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وغيرة وعودة وإنابة وتوبة وخضوعا إلى الله، فعادوا إلى الله تائبين. ما شربوا بعدها ولا فعلوا بعدها، بل أنابوا واستكانوا وعادوا لربهم. أسأل الله أن يثبتنا وإياهم، وأسأل الله أن يعامل صاحبهم بعفوه وأن يتجاوز عنا وعنه. هذه واحدة، والأخرى ليس لها إلا أيام قليلة، سمعتها من أحد إخواني في الله يقول كنت كغيري من سائر الشباب، وفي ليلة من الليالي التي كنت أسهر فيها مع أحبابي وأصدقائي، ومن بينهم واحد من الأحبة، ومن بينهم أعز حبيب إلي، أعز صديق إلى قلبي، وأقرب قريب إلى فؤادي، بينما أنا وإياه إذ به فجأة يصرخ فلان أدركني، ما الذي بك؟ إني أحس بشيء في قلبي. قال فدنوت منه، فإذا هو يتلبط ويتقلب ويقول أسرع لي بطبيب. فناديت واتصلت بمن يحضر لنا طبيبا، وكانت الفترة لا تتجاوز 15 دقيقة أو
20 دقيقة ونحن ننتظر وصول الطبيب. وفي تلك الدقائق وهو يقول: إني أحس بالفراق، إنها النهاية، إنها الخاتمة، سأفارق الدنيا، سأترك طفلي، سأترك زوجتي، سأفارقكم، ستضعونني في كذا، ستتركونني وحدي. وأخذ يمر عليه سجل ذكرياته، وأخذت تتقلب أمامه صحائف أفعاله. قال: وأنا أنظر إليه وكلي وحشة ودهشة، وكلي عجب وغرابة، وأنا أنتفض. وهو يحاسب نفسه ويعاتب روحه، وأنا والله أصبره، وأنا أشد ألما منه وأشد استعراضا لما يكون في حياتي منه. فأخذت أتقلب في ذلك الموقف، وما هي إلا 16 دقيقة تزيد أو تنقص قليلا حتى فاضت روحه. وذهبنا وأحبابنا وأقاربنا وأصحابنا نضع قريبنا وصديقنا وأعز أحبابنا وأجل أقاربنا، نضعه في مثواه الأخير ونواري عليه التراب. أحب الأحباب هو الذي منا يتقن نفس اللحد ألا يتسرب منه ذرة هواء أو إشعاع نور، ثم ما برحنا أن نهيل عليه التراب، ثم ودعناه في مثواه الأخير وانصرفنا. شاب من مدة ليست بالقريبة حدثني عن أحد الشباب فيما تسمى ببانكوك، قال: لقد كان في ضلالة، وقد كان في بلاء، وقد كان في أمر لا يفيق من جرائه من المخدرات أو الشراب، وما صاحب ذلك من مصاحبة البغايا والفاجرات. وفي لحظة من سكر وشوق إلى عهر تأخرت صديقته، تأخرت حبيبته عليه، فما هي إلا لحظات وقد كاد يجن من تأخرها، فما هي إلا لحظات حتى أقبلت عليه، فلما رآها خر ساجدا لها تعظيما، خر ساجدا لها. وما الذي تنتظرونه؟ هي السجدة الأخيرة، هي النهاية. والله ما قام من سجدته، بل أقاموه في تابوته وأرسلوه بطائرته ودفنوه مع سائر الموتى. أيها الأحبة، إن هذا الموت هو أخطر حقيقة، هو أعظم حقيقة، هو أكبر حقيقة يواجهها الشقي والسعيد، الغني والفقير، العزيز والذليل، الذليل والحقير. الموت هو أكبر حقيقة. ومن أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أيها الأحبة، أسوق هذه الأحداث متفرقة مختلفة، وكلها تختلف من حيث الخاتمة وتختلف من حيث النهاية، لكنها في مؤد واحد وهو الخاتمة. أي خاتمة نواجهها؟ أي نهاية نفضي إليها؟ وأي عمر يمتد بنا؟ وأي شباب نتقلب فيه حتى ننتقل منه إلى الشيخوخة ثم نتوب بعد ذلك؟ هل ضمنا هذه الحياة؟ وهل ضمنا هذه الأعمار؟ بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت ويخطفكم الأجل، وتمضي الملائكة بوديعة الله من أرضه إلى السماء، فتكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لأمر خطير وعجيب وجليل جدا. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل أن يسلم. كان النبي يجهز جيشا من الجيوش لمعركة حاسمة مع الكفار، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ كافر، فقال: يا محمد، أرأيت إن اتبعتك فما الذي وما الذي لي وما الذي علي؟ قال: إن شهدت أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله كان لك ما للمسلمين عامة وعليك ما عليهم عامة، فإن غنموا غنمت معهم. فقال: ما على هذا أتبعتك؟
يتبعك، فشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن غنموا فأنت معهم في الغنيمة، وإن مت فلك الجنة من الله جل وعلا. فقال ذلك الصحابي: والله ما على هذا اتبعتك، أي ما اتبعتك لأجل الغنيمة، وإنما اتبعتك على أن أغزو معك فأرمى بسهم منها هنا، وأشار إلى نحره ويخرج السهم منها هنا وأشار إلى قفاه، ثم دخل المعركة وقاتل وأبلى بلاء حسنا. فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمي بسهم دخل في نحره وخرج من رقبته، وقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، بخ بخ، عمل قليلا ونال كثيرا، دخل الجنة ما سجد لله سجدة. انظر الخاتمة، انظر النهاية، انظر الخاتمة وتأملوها واعتبروا بها. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يتوفانا على التوحيد شهداء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث صحيح. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث عمدة في حسن الخاتمة وسوئها، فاسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، واسأل الله جل وعلا الثبات على نعمة الدين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر، وأول من تفتح له أبواب الجنة، وأول من ينال أعلى منازلها، وهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب الوسيلة والشفاعة العظمى، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يطيل قيامه وصيامه، وكان يطيل سجوده وتهجده، ويقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب. فيا عباد الله، اسألوا الله جل وعلا بهذا الدعاء، اسألوا الله الذي بيده النواصي، اسألوا الله الذي بيده القلوب
وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن التي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإيمان، وأن يعصمنا من الزيغ والضلالة، ومن الغواية بعد الهداية، ومن الفساد بعد الصلاح. وأنتم يا شباب المسلمين، إن الكثير من شبابنا يسوفون التوبة ويؤجلون الإنابة وينشغلون بالعبث ويلهون في الباطل، ظنا منهم بأن الحياة أمامهم وهم في ريعان الشباب وفي ربيع العمر وفي زهرة الدنيا، يظنون أن الاستقامة تعقيد، وأن الطاعة وسوسة، وأن الإخبات لله تضييق وتشديد. لا والله يا عباد الله، إننا نفوت على أنفسنا حظا عظيما من السعادة بقدر ما نفوته من الأعمال الصالحة. واعلموا أن الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر، فمن ذا الذي يضمن خروجه من المسجد؟ ومن ذا الذي يضمن يقظته من فراشه؟ ومن ذا الذي يضمن عودته إلى بيته؟ ومن ذا الذي يضمن وصوله إلى عمله؟ إذا كان هذا شأننا فيا عجبا لقسوة القلوب، لا تدري متى تخطف وهي مع ذلك عابسة لاهية. تزود تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. فيا عباد الله، استعدوا للقاء الله، وبادروا بالتوبة، وبادروا بالخضوع والإنابة. إنما هذه الدنيا متاع قليل، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والله إن هذه الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات ومراكب وقصور ودور وضيعات وزوجات وجنات وأموال وذريات لا تعدل غمسة في نار جهنم. وإن الشقاء في هذه الدنيا بما فيه من الفقر والمرض والسقم والذلة وضيق الحال لا يساوي غمسة في نعيم الجنة يوم القيامة. يؤتى بألذ أهل الدنيا حالا وأيسرهم عيشا، ثم يغمس غمسة وهي أقل من اللحظة أو أقل جزء من أجزاء اللحظة، يغمس غمسة في النار، فيقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. ينسى نعيم الدنيا كله في غمسة صغيرة دقيقة في النار. ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا وفقرا ومرضا، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، يقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول يا ربي ما مر بي شقاء وما مر بي بؤس. فلنعد لذلك اليوم، وهو يوم لا بد أن نرده على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. الناس يمضون عليه على قدر أعمالهم وكلاليب جهنم عن يمينه وعن يساره. فمن المؤمنين الذين يسعون ونورهم بين أيديهم مد أبصارهم يمرونه كالبرق الخاطف، ومن المؤمنين من يمرونه كأجاويد الخيل، ومنهم من يمره كأسرع الناس عدوا، ومنهم من يحبو على الصراط حبوا، ومنهم من يمضي عليه فتدركه كلاليب جهنم أدركته أعماله السيئة وتفريطه في حقه وتضييعه وتقصيره في جنب الله وطاعة الله. فلنعد لذلك اليوم، ولنعد لدار سوف نسكنها سوف نبقى فيها. والله ما نفع أهل الأموال أموالهم. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الوزراء؟ أين الرؤساء؟ أين الخلفاء؟ أين الذين ذهبوا؟ أين الذين ملكوا؟ أين الذين نالوا؟ أين الذين جمعوا؟ أين الأثرياء؟ أين الكبراء؟
لقد ودعوهم وودعناهم في حفرة لا فراش فيها ولا خادم فيها ولا مائدة عندها ولا باب إليها ولا نور يضيئها ولا هواء يهويها، لا شيء فيها إلا خرقة بيضاء يحسدك الدود عليها فينتزعها من جسمك ولا يتركها لك. كتب الله أن تعود إلى هذه الدنيا في نهاية المطاف وفي خاتمة الأمر كما نزلت عليها، حتى كفنك ينازعك الدود فيه فيقرضه منك خيطا خيطا شعرة شعرة وينتزعه من جسدك. فإن من الله عليك وكنت من الصالحين عوضك الله هذا الكفن أبوابا إلى الجنان ونعيما مقيما في دار الخلود، فتفتح لك أبواب الجنة ويضاء لك القبر وتؤنس بعملك الصالح وتبقى زاهيا متغنيا تقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. وإن كنت من أهل الشقاء من أهل الضياع من الذين ضاعت أموالهم في الربا وتركوا المساجد وغفلوا عن الجماعات وضيعوا حقوق الله وضيعوا محارم الله في كل سفر وفي كل ذهاب وإياب لا يرعون حرمات الله يواقعون الفواحش لا يبالون، فإنك لا تجني من الشوك العنب وكل سيلقى عمله أمامه يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل القبر صندوق العمل. انظروا واجمعوا في صناديقكم لو زار كل واحد منا لو زار قبره في الأسبوع مرة في الشهر مرة في نصف الشهر مرة، وأنت تنظر هذا صندوقي هذا فراشي هذه داري سأسكنها وحدي، هل وضعت فيها عملا صالحا أم أودعتها خيبة وضياعا وحرمانا وحسرة. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اللهم أحينا على الإسلام سعداء وتوفنا على التوحيد شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. واغفر اللهم لأحبابنا وأصدقائنا وإخواننا الذين فرطوا من بين أيدينا وودعونا ومضوا فينا ولا نملك لهم قليلا ولا كثيرا إلا أن نسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته وفي دار كرامته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والمفسدين. اللهم من أراد شبابنا بسوء ونساءنا باختلاط وتبرج وسفور ورجالنا وعلماءنا وولاة أمرنا بفتنة أو مكيدة اللهم جازه بالسوء والخزي والعار والدمار. اللهم أدر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك واجعل تدبيره تدميره. يا سميع الدعاء.